صعب. صعب يبقى تنظيم الحوثيين هو إمبراطورية الشر اللي بيتحرك ليها أساطيل الغرب بالكامل علشان ينتشروا على طول طريق الحرير الصين. لازم يبقى في شيطان تاني أكبر وأقوى. أمريكا محتاجة شيطان في المنطقة دي علشان تنتشر بدعوى محاربته لتطويق الصين وتجهيز مسرح عمليات حربها القادمة. والشيطان متربي في حظائر أمريكا من سنين وحان وقت حرب. الاسم إيران والمهنة تنظيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والفعل إسلام سياسي شيعي صنع على إيد المخابرات البريطانية من أيام الاحتلال البريطاني لإيران والعراق والكويت وأفغانستان والبحرين. مجرد تنظيم وظيفي بينفذ الأوامر في لعبة توزيع الأدوار. طائرة مسيرة تضرب سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا وعلى علاقة بإسرائيل. مش بتكلم عن البحر الأحمر هنا، ولكن على الساحل الغربي لشبه جزيرة الهند. طبعا المكان بعيد عن إيد الحوثي، ولكنه مش بعيد عن إيد إيران جارة الهند. القصف الإيراني جه المرة دي بشكل مباشر، لا حوثي ولا حزب الله ولا حماس ولا ميليشيات عراقية أو سورية. ده أول استهداف إيراني مباشر للمصالح الإسرائيلية منذ استيلاء الإسلامويين على السلطة في طهران سنة 1979. احنا هنا بنتكلم في مياه المحيط الهندي، محطة مهمة في حرب البحار بين الصين والغرب. المحيط الهندي والهادئ بيشكلوا دائرة الاندوباسيفيك. العملية دي بتدي ذريعة للغرب للانتشار وسط المحيط الهندي وخليج عمان وبحر العرب، وتعزيز الانتشار في مضيق هرمز والخليج العربي وخليج البنغال، وصولا إلى مضيق موزمبيق في شرق إفريقيا. لسه شعوب الشرق الأوسط وشبه جزيرة الهند بيحاولوا يستوعبوا المعطيات الجديدة دي. طلع الجنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية يقول إن البحر المتوسط قد يغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفائها ارتكاب جرائم في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك. وكمل تهديده وقال سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى. تصريح لو طلع من روسيا أو الصين ما تصدقهمش، ولكن طالع من مهرطق وبيدق إيراني بيهدد بغلق البحر المتوسط، علما بأن إيران ليس لها تواجد بحري في المتوسط أو مضيق جبل طارق أو المحيط الأطلنطي. إلا لو اتفاجئنا بأن هناك تنظيمات إيرانية على سواحل سوريا المطلة على المتوسط بتشتغل في المنطقة دي، وفعلا وقتها المتضرر الأول هيبقى قناة السويس وليس مضيق جبل طارق. والنظام السوري المنتمي إلى الطائفة العلوية بيسير على منطقة الساحل السوري بشكل قوي على ضوء أن الساحل السوري ذو أغلبية علوية، وهي طائفة دينية نشأت في القرن التاسع من قلب الطائفة الشيعية. ولما فرنسا احتلت سوريا على وقع سايكس بيكو أعطت الساحل السوري جمهورية خاصة به اسمها جمهورية جبل العلويين، ثم اتغير الاسم إلى جمهورية اللاذقية، وده ما بين عامي 1920 و1936 قبل أن يثور الشعب السوري ويوحد الجمهورية السورية. لعل البعض يتساءل ما هو دافع إيران للقبول بالتعاون وخدمة مسرحيات الغرب؟ بعيداً عن حقيقة أن النظام الإيراني صنيعة غربية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعاني من ثورة شعبية منذ ديسمبر 2017 وصراع على السلطة وخلافة المرشد وصراع داخل اليمين أو المحافظين المنقسم إلى جماعات وصراع بين المحافظين والإصلاحيين، وهو المسمى الإيراني لليسار الإسلامي، إلى جانب انهيار العملة الإيرانية ووابل من العقوبات الغربية على طهران وتجميد الأصول في الخارج وخنق تجارة النفط والغاز الإيراني. وبالتالي فإن إيران مستعدة للتعاون مع الغرب في إطار تخفيف العقوبات، رفع الحظر عن النفط والغاز الإيراني، فك تجميد الأصول الإيرانية، وداخليا بأن بعض الأجنحة المحافظة بما فيهم المرشد والحرس الثوري بحاجة إلى مواجهة كبرى بهذا الشكل حتى يفرضوا كلمتهم على المجتمع وباقي الأجنحة السياسية تحت راية لا صوت يعلو على صوت المعركة، في طقس يعشقه الإسلامويين ويطبقونه في كافة الدول التي تسلموا حكمها بتواطؤ من الغرب. قبلها بكم ساعة في واشنطن كان البيت الأبيض بيصعد ضد إيران، ومبقاش الكلام إن الحوثي بيعرقل الملاحة في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر، ولكن تم استبدال مصطلح الحوثي بمصطلح إيران. البيت الأبيض قال إن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر، وإن المعلومات الاستخباراتية التي لديها
أساسية لمساعدة جماعة الحوثي في اليمن على استهداف السفن. وذكرت أدريان واتسون المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان: نعلم أن إيران ضالعة بشدة في تخطيط العمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر. المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر قال إن 20 دولة انضموا للتحالف، ولكن هو ذكر أسماء 10 دول بس، وقال إنه لباقي الدول حرية إنها تعلن عن الانضمام للتحالف من عدم. وبعد تصريحه بكام ساعة اليونان أعلنت الانضمام للتحالف. وسط كل الضغوط دي واسم إيران اللي بقى بيتردد أكتر من حماس في الحرب دي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أقدم على خطوة غير متوقعة. أجرى اتصال هاتفي ومباحثات هاتفية مطولة مع الزعيم المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر اكتفت ببيان بروتوكولي، ولكن مصادر إيرانية قالت إن القاهرة وطهران اتفقتا في الاتصال ده على إنهاء كافة الخلافات العالقة بين البلدين. هل نرى هدنة حوثية باتفاق مصري إيراني؟ وتفوت القاهرة وطهران على الغرب الفرصة للمسرحية الجاري إعدادوها للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن؟ هل يزور الرئيس المصري طهران قريبا؟ هل يأتي تفاهم إيران مع مصر على حساب التفاهم الصيني مع السعودية اللي لم تنطق بكلمة أو موقف واضح منذ بداية الحرب، باستثناء قمة الرياض اللي كان أهم ما فيها هو اجتماع الرئيس السيسي للمرة الأولى من 10 سنين مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟ وإزاي إيران بتحاول تخطب ود القاهرة بينما تشارك في ترتيبات دولية لتدويل مضيق باب المندب؟ هل هو صراع أجنحة، جناح مع الغرب وجناح إيراني بيحاول إنقاذ إيران بالتواصل مع القاهرة، القطب الدولي اللي فرض رؤيته وسيطرته على دوائر الشرق الأوسط منذ سنوات؟ أسئلة كتيرة عن الموقف الإيراني، أسئلة سوف تحضر وتظهر إجاباتها في الأيام القليلة المقبلة. هي أيام الإجابات الحاسمة والنهايات الواضحة، وكأن نهاية العام قررت أن تضع حد لأسئلة مفتوحة منذ نصف قرن في الشرق الأوسط، المختبر الأزلي للصراعات الدولية والعلوم السياسية. والستريت جورنال كشفت أن جو بايدن أقنع نتنياهو بعدم شن ضربة استباقية كبرى على لبنان يوم 11 أكتوبر الماضي، وأن الضربة دي كانت هتبقى أكبر ضربة إسرائيلية للبنان من ساعة حرب 2006. وفي القاهرة مصر بتواصل التحرك الهادئ التقيل اللي حاسم معركة الموانئ والبحر الأحمر بقاعدة برنيس، واللي قلب الرأي العام الدولي على مخطط التهجير. ايه الجديد في جعبة الدولة المصرية؟ بلومبرج نشرت تقرير بتقول ان مصر قدمت مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة تقنقرات بعد انتهاء الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، لتولي ادارة الضفة الغربية والقطاع الى جانب مهام اعادة الاعمار والايواء، مشيرة الى ان حركة حماس ابدت موافقتها على هذا المقترح. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعيد مصر إطلاق حوار وطني فلسطيني بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها، موضحة أن القاهرة تدرك أن إطلاق حوار فلسطيني فلسطيني الآن قد يواجه عقبات وخلافات بشأن البرامج والحصص وغيره، ما قد يؤخر إطلاق عملية إعادة الإعمار والإغاثة والإيواء في القطاع. وتوجه وفد من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الأربعاء الماضي إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث موضوع الأسرى والهدنة والملفات الخاصة بقطاع غزة، مثل المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وما وصفته المصادر بإنهاء الانقسام. وقال مسؤول في الحركة إن حماس تفضل تشكيل حكومة تقنقرات فلسطينية قادرة على التعامل مع المسؤوليات الضخمة المطلوبة لإغاثة أهل غزة وإعادة إعمار القطاع، مضيفا أن مثل هذه الحكومة يجب أن تشكل بالتوافق الوطني. مصادر لم توضح بلومبرج جنسيتها قالت أن إدارة جو بايدن متفقة مع المقترح المصري وناوية تضغط على إسرائيل اللي فشلت في تنفيذ مخطط التهجير، وبالتالي لازم تفسح المجال لحكومة فلسطينية في غزة، لأن تكلفة احتلال إسرائيل لغزة هتبقى كبيرة فوق دماغ بايدن في انتخابات الكونجرس والرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. شهداء فلسطين تجاوزوا 20,000 شهيد، بينما عدد قتلى جيش الاحتلال في عملية غزو غزة ارتفع إلى 144 قتيل، في الوقت اللي إسرائيل بتحاول بالحرب الإعلامية والنفسية تفرض واقع جديد على الحدود مع مصر، وده لما أعلنت بعض وسائل إعلامها إنها هتقوم بعملية عسكرية بطول محور فيلادلفيا انطلاقا من معبر كرم أبو سالم،
طبعا الكلام ده كله على الجانب الفلسطيني من الحدود المصرية الفلسطينية، بس احنا بنتكلم عن تواجد وجها لوجه للجيش الإسرائيلي مع الجيش المصري المنتشر في المنطقة دي في حادثة لم تحدث منذ حرب 67. مصر نفت الأنباء في تصريحات عاجلة لقناة القاهرة الإخبارية في الوقت اللي الاحتلال بيواصل محاولته الرخيصة والفشلة لتصفية الشعب الفلسطيني البطل. فأدى هجوم إسرائيلي على مبنى في مدينة غزة شمال القطاع إلى استشهاد 76 فرد من نفس العائلة. الغارة اللي وقعت يوم الجمعة هي الأكثر دموية في الحرب حتى الآن منذ بدأها. 16 رب أسرة من عائلة المغربي استشهدوا بالإضافة إلى نساء وأطفال، وكان من بين الضحايا عصام المغربي الموظف السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزوجته وأطفالهما الخمس. السي إن إن فتحت الملف المسكوت عنه وتحديدا اللي حصل في مستشفى كمال عدوان. شبكة الأخبار الأمريكية عنونت التقرير بالقول الجيش الإسرائيلي سحق الشهداء بمستشفى كمال عدوان. مشاهد من مستشفى كمال عدوان في غزة نشرتها شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية تضمنت سحق بالجرافات وإطلاق كلب على رجل مقعد وإطلاق النار على أطباء. وكان مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قد أكد أن مستشفى كمال عدوان الذي هاجمته القوات الإسرائيلية على مدار أيام توقف عن العمل وأجلى مرضاه ومن بينهم أطفال، مما يعرض الخدمات الصحية المنهارة في القطاع لمزيد من المخاطر. أنا معرفش السي إن إن بتنشر التفاصيل دي ضمن الحرب النفسية وحرب الأعصاب ضد الفلسطينيين، ولا غلطة، ولا تصفية حسابات مع حكومة نتنياهو. ولكن اللي يهمني هو إنه محدش بعد كده يكلمنا عن حقوق الإنسان وإنه الغرب متحضر عنا وسابقنا، لأنه كل اللي بيحصل ده بمباركة الغرب، بل إن جنرالات الجيش الأمريكي هم اللي مشغلين الجيش الإسرائيلي. أسطورة إنسانية الغرب وتفوقه الأخلاقي والمشاعر الخلابة دي حاولوا تبطلوا تعلموها لأولادكم، وحاولوا تتخلصوا من عقدة الخواجة، بل خليني أقول عقدة استوكهولم. والتعاطف مع الاستعمار ما بقاش من فلول الاحتلال البريطاني والفرنسي والأمريكي، ونفهم إن الشعوب والمجتمعات والحكومات دي في منتهى الهمجية. هو مين اللي أشعل الحروب العالمية وقبلها الصراع الدولي والاستعمار والحروب الصليبية وغزو أمريكا وإفريقيا؟ مين اللي بيمسح دول من الخريطة علشان يبير بترول ولا منصة غاز؟ مين اللي موافق على عبادة 2.5 مليون غزاوي علشان ممر هندي يكسب طريق صيني؟ ومين اللي عايزك تنسى أصلك وحضرتك ودينك؟ حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.